المصادر من معهد الموارد العالمية أن المغرب ضمن أكثر الدول التي يهددها خطر الجفاف وشح المياه. وأوضح التقرير أن المغرب حل في المركز 22 أكثر الدول التي يهددها خطر الجفاف، مبرزا أن المغرب مهدد بفقدان ما بين 40 و80% من موارده المائية خلال السنوات المقبلة نتيجة للجفاف وتغير المناخي وقلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة. وحسب التقرير فإن المناطق الفلاحية مهددة أكثر بخطر الجفاف والفيضانات وندوب المياه إلى جانب باقي جهات المغرب، مثل مناطق الشاوية ورديغة ودكالة عبدة والرباط سلازمور وغرب شراردة بن حسن تادلة وأزيلال والبيضاء الكبرى ومراكش وتنسيف الحوز، كما أن مدن طنجة وتطوان يهددها خطر الجفاف وشح المياه بفعل استنزاف المياه في القطاع الفلاحي والاستغلال اليومي من طرف الساكن إلى جانب استغلالها في الصناعة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.